للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من العريش مراسل النيل الأخبار أحمد هندي. أحمد، ضعنا في الصورة لديك. نعم منى، بالفعل تزداد وتيرة التعنت الإسرائيلي كلما زادت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية داخل قطاع غزة. بالأمس دخلت إلى معبر كرم أبو سالم 17 شاحنة، وبعد 4 ساعات عادت 15 شاحنة منهم دون أن تفرغ حمولتها برفض من الجانب الإسرائيلي دون إبداء أسباب. إذا ذهبنا إلى نوعية الشاحنات التي أو نوعية الشحنات التي كانت في طريقها إلى فلسطين، سنجد أن أغلبها كان من مساعدات طبية وبعضها كانت مساعدات غذائية. إذن هناك تحكم في نوعية المساعدات التي تدخل إصرارا من الجانب الإسرائيلي على عدم دخول أي إنقاذ حالات إنقاذ للاعتداءات الإسرائيلية التي تتم داخل القطاع. كما قلت أن هناك اعتداءات جوية تتم داخل القطاع في كل اتجاهات، في مخيم جباليا في الشمال وفي نصيرات في الوسط، ونحن نرى الاعتداءات طوال اليوم على الشريط الحدودي في رفح الفلسطينية. إذن هذه الاعتداءات ومع إصرار عدم دخول المساعدات يتحول الأمر إلى كارثة بالداخل تتطلب تدخل سريع من المجتمع الدولي. نعم، أشكرك أحمد هندي مراسل النيل الأخبار في العريش، شكرا جزيلا لك.